سجل في ثلاث مباريات متتالية مع السماوي. هذه كرة كانت خطيرة ولكن دفاع نادي الوصل أبعد الكرة من هزاع سالم إلى ضربة ركنية هي الأولى في المباراة. وهنا الرجل الإسباني لويس غارسيا وكأنه يشير إلى أن دينيس كان عليه أن يسدد الكرة برأسه في المرمى مباشرة وليس بأن يأتي بالكرة العرضية. أخيرا لدينا صالح من أجل في ثلاث مباريات متتالية مع السماوي. هذه الكرة كانت خطيرة ولكن دفاع نادي الوصل أبعد الكرة من هزاع سالم إلى ضربة ركنية هي الأولى في المباراة. وهنا الرجل الإسباني لويس غارسيا وكأنه يشير إلى أن دينيس كان عليه أن يسدد الكرة برأسه في المرمى مباشرة وليس بأن يأتي بالكرة العرضية. أخيرا لدينا صالح المنالي قلب الهجوم الآخر مع الأرجنتيني دينيس بأن يأتي بالكرة العرضية. أخيرا لدينا صالح المنالي قلب الهجوم الآخر مع الأرجنتيني دينيس في تشكيلة المدرب الإسباني الباحث عن الفوز ولا شيء غير الفوز بعد التراجع الكبير في الجولات الماضية وبعد خمس أو أربع هزائم متتالية لنادي بنياس. كرة عالية وللأمام تلعب الآن وفي ضغط في بداية المباراة في الدقائق في مباراة اليوم. الفريق اللي يرتدي الشعار الأبيض والسماوي موجود في الجهة اليسرى من المباراة وأحمد المهري أبعد الكرة الماضية وأرسل الكرة الماضية للأمام وحبوش صالح ولاحظ الآن الضغط الموجود والتسديدة من بندر لحبابي اللاعب اللي بالفعل عندما عاد من المنتخب الأولمبي الإماراتي يعطي الإضافة كل الإضافة لطبعا فريق نادي بنياس. اللاعب اللي شاهدناه يتألق مع فريق الضفي أمام الشارجة بهدفين لخمسة أهداف. كرة عالية تلعب الآن بالراس لعبت ووصلت سهلة عند يوسف عبد الله الزعابي من جانب يوسف جابر أو فواز عوانة. فواز عوانة لاعب خط الوسط يراها البنياسي بأنها مباراة العودة إلى الطريق الصحيح ومحو حقيقة طبعا وبالتالي العودة مرة أخرى بنقاط ثلاث للعام الثالث على التوالي. هكذا يأمل طبعا محبي فريق الوصل لأن كما ذكرت آخر سنتين الوصل يعود من هذا الملعب منتصرا. وهذه كرة بالرأس وفيها خطأ على ما يبدو في خطأ في الكرة الماضية ارتقاء كان موجود لكن استخدم ايد اليمين وجميلة خطيرة للأمام وصالح المنهالي عملها جميلة أرسلها جميلة صالح المنهالي بعد ذلك ولاحظ خطورة كبيرة لبنياس خطورة كبيرة تعود الآن إلى حبوش صالح ودفاع الوصل يتحمل عبء الكرات الماضية والضغط الماضي الواضح من جانب لاعبي نادي بنياس وآخر الكرات كانت لهذا اللاعب اللاعب حبوش صالح. حبوش صالح بالمناسبة عنده أربع أهداف بندر الحبابي عنده كبيرة لبنياس خطورة كبيرة تعود الآن إلى حبوش صالح ودفاع الوصل يتحمل عبء الكرات الماضية والضغط الماضي الواضح من جانب لاعبي نادي بنياس وآخر الكرات كانت لهذا اللاعب اللاعب حبوش صالح. حبوش صالح بالمناسبة عنده أربع أهداف بندر الحبابي عنده هدفين ويوسف جابر المدافع عنده ثلاثة أهداف وفيردو هو الهداف لنادي بنياس بسبع أهداف. الفجيرة على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين بعد ما كان الاتحاد متقدم بهدفين نظيفين. وهذه كرة للأمام وصلت إلى إيدرسون ينطلق البرازيلي لا زال مستمر في التقدم وهذه كرة خطيرة لا زالت خطيرة للأمام ولكن اللاعب كايوا في اعتقادي نسب ولدينا فيردو اللي في هذا المرمى ضيع ضرب جزاء أمام الإمارات الإسباني إخوان فيردو هداف بنياس شايف سدد نجح في ثلاث أربع ضربات جزاء ضربة جزاء تعيد بنياس يوسف الزعابي ذلك في ما تبقى من وقت الشوط الأول وهي ست دقائق أو في ما تبقى من وقت هذه المباراة وما تبقى من وقت هذه المباراة لا زال فيه الكثير جدا لأننا نتكلم عن شوط ثاني قادم ب 45 دقيقة بالتمام والكمال. ضربة ركنية هي السادسة في المباراة الخامسة لنادي بنياس محاولة عالية كرة من ضربة ركنية ولكن بعيدة بتلمس الشباك من الكرة حبوش صالح مهاري هذا اللاعب كرة إلى فيردو وفيردو الآن إلى يوسف جابر
الشقيقان يوسف جابر ومحمد جابر حاضرين في دفاع نادي بنياس. وهذه كرة خطيرة وحبوش صالح كاد بالفعل في الكرة الماضية. أعتقد حبوش هو اللاعب اللي آخر لاعب لمس الكرة. إيه نعم حبوش، لا لا بندر الحبابي إن شاء الله تعالى ودعوات دائما من كل العرب. خطيرة، فرصة في الكرة الماضية أن تنتهي معاناة هذا الشعب، أن تنتهي معاناة فلسطين الحبيبة، أن تعود فلسطين بعد ذلك حرة، وأن ينتهي هذا الغول الحاضر الآن طبعا على جسم الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي. يرحل إلى دبي ويقابل النصر في مباراة كبيرة منتظرة أيضا بحول الله تعالى، ترقبوها عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. أيضا غدا يلعب عجمان أمام فريق الوحدة في طبعا أبو ظبي، وغدا لدينا أيضا مباراة الظفرة يلعب غدا أيضا أمام الإمارات، وبالتالي تنتهي المباريات وبعد ذلك نعرف هل هناك يمنى كمدافع. و محاولة قائمة تعود الآن مرة أخرى، وهذه خطيرة وجول البديل عماد خليلي، البديل الفلسطيني السويدي ابن فلسطين يتقدم. تتكلم عن الأرجنتين وما تجيب طاري باتيستوتا، جابريل عمر باتيستوتا. ضربة ركنية عالية وللأمام، خطيرة بالرأس لبنياس، خطيرة بالرأس كانت لبنياس نعم، وكانت الكرة الماضية. إذا محمد ناصر اللي بدأ الموسم مع فريق نادي الوصل هو الآن يشارك في مباراة اليوم. تتكلم عن الأرجنتين وما تجيب طاري باتيستوتا، جابريل عمر باتيستوتا. ضربة ركنية عالية وللأمام، خطيرة بالرأس لبنياس، خطيرة بالرأس كانت لبنياس نعم، وكانت الكرة الماضية. إذا محمد ناصر اللي بدأ الموسم مع فريق نادي الوصل هو الآن يشارك في مباراة اليوم. لفريق نادي جدا الكرة الماضية. تسع دقائق أخيرة، تسع دقائق مثيرة، هي كل ما تبقى لعودة بنياس للغة الفوز منذ 8 فبراير. آخر عهد بنياس بالفوز على الاتحاد في هذا الملعب. مسعود سليمان بالرأس سجل هذه الكرة بالرأس، لكن تبعد للأمام. شوط ثاني مثير، وهوغو فيانا عن طريق هزاع سالم ممكن العرضية، فضل التقدم خطيرة جدا، والكرة بتضيع، الكرة بتضيع، الكرة الماضية نعم بتضيع. حاول خارج أرضية الملعب، ضغط من جانب الوصل، ولاحظ هو مرور جميل لهوغو فيانا، بعد ذلك مرت من أمام الأقدام، تفادوا من هذه الكرة القرار سليم جدا على وجود ضربة حرة مباشرة لفريق نادي الوصل. هذا محمد جابر في انذار، ثالث انذار في المباراة وثاني انذار على بنياس. الانذار الأول كان على فواز عوانة، الانذار بالفعل مستحق في الكرة الماضية. كلما سجل إيدرسون وكلما تقدم الوصل ما يخسر، وبالتالي الأمور الآن عند تعادل مثير في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. كرة من ضربة ركنية الآن، الرأس ستبعد، الدقيقة تقريبا الثالثة في الطريق لأنها تكتمل، وأعتقد أن الأمور ستصل إلى التعادل في نهاية المطاف.